السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامجنا وبرنامجكم نكهة خاصة بنرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج نكهة خاصة، حلقة إن شاء الله موفقة معاكم. بس قبل ما نبتدي الحلقة نستقبل معانا الدكتورة الزهراء أخصائية التغذية. مرحب بك يا دكتورة. مرحب بك شيف محمد، مساء الخير عليكم. مساء الخير على كل اللي بيتابعوا نكهة خاصة، إن شاء الله دائما تكونوا متابعين معانا وتكونوا بصحة وعافية، ودائما نقدم لكم كل المميز والجديد والمفيد وتستفيدوا وتستمتعوا معانا إن شاء الله. زي ما عودناكم شيف محمد الليلة عامل لنا أطباق جديدة شهية ولذيذة، يا ريت تتابعوا معنا وتستفيدوا. النهارده طبعا الدكتور عامل لهم كيكه السويسرول المقلوبه وعامل لهم كاسات برضو بالسويسرول مع الكريمه، وحاجه جميله خفيفه كده سريعه برضو بتتعمل من نفس المكونات. وهنعمل مع بعض سلطه الحمص، وهنعمل مع بعض طبق فتت الموزه الضاني. ان شاء الله الليله شهية ولذيذه وسهله ان شاء الله، يعني الناس تقدر تتابع وتعملها بنفس الطريقه إن شاء الله. وسرعه يعني يستفيد. طريقه سهله، احنا عودناهم دايما يا دكتوره احنا بنقدم لهم كل بسيط، والبدائل كلها بنحاول نقدمها لكم عشان تبقى الاكله بالنسبه لكم شهيه وسهله ان شاء الله. ان شاء الله. طيب احنا هنبتدي مع بعض. اول حاجه هنشوف مكونات الموزه، وبعد كده نشرح تفاصيلها ونبتدي في طبق ثاني قبل ما الموزه تستوي. هنشوف مع بعض طريقه فتت الموزه ونرجع مع بعض مره ثانيه. مشاهدينا الاعزاء، شفنا مكونات الطبق الاول زي ما قال شيف محمد اللي هي موزة الضان. شيف محمد اول شيء حيعرف لنا، حيورينا الموزة، لانه في ناس جديدين على المطبخ. يعني الموزة دي يا دكتورة طبعا الناس ممكن تتريق عليها شوية او بتتكلم عليها كتير ان ازاي موزة وبتاع، لا هي الجزء الاولاني في الفخدة بتاعت الضان. ايوه الجزء اللي تحت اللي هو الجزء الرجل الاولاني اللي تحت هو ده اللي احنا بناخده، بنسميها الموزة. ليه؟ لان بتبقى بالشكل ده كده، هي متفصصه زي فصوص الموز، يعني طبعا بتبقى انعم حته في الذبيحه نفسها، وفي نفس الوقت بتبقى ناعمه. فاللي احنا متعودين طبعا الموز حاجه بتزحلق كده او ناعمه شكلها او شكلها جايه سلسه، سلسه كده. فهي دي الحته اللي مسمينها الموزه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لو لاحظنا هتلاقيها متفصصه، ايوه فصوص كده، هي دي اللي بتبقى اسمها الموزه. يعني الجزء اللي فوق بقيه الرجل دي احنا بنطلعها بره، وبعدين بناخد الموزه دي نفسها بنعمل عليها الفته. تمام. يعني طبق مشهور جدا في العالم، لان معروف طبعا بجودته وان هو طعمه جميل جدا وفي نفس الوقت خفيف. أيوة. بيتعمل دايما مع طبق فته. الفته دي احنا زي ما اتفقنا اي حاجه مخلوطه مع بعض بيكون فته. يعني احنا النهارده هي معروفه طبعا الفته الشرقيه ان لازم يكون في عيش محمص. أيوة. زي ما اتفقنا العيش العربي ده بنقطعه مكعبات كبيره صغيره شرايح زي ما انت عاوزه بالشكل اللي انت بتحبيه، او العيش البلدي ممكن برضو تحمصيه في الفرن للناس اللي ما بتحب الزيوت والحاجات دي. تقطعيه قطع صغيره وتدي له حته سمنه صغيره كده او زيت، او ممكن تدخليه الفرن وتحمصيه من غير اي ماده دهنيه. تمام. بتقلبيه كل شويه لحد ما يتحمص معاكي ويبقى بالشكل الذهبي اللي احنا شايفينه ده. تمام. ده بالنسبه للعيش. هنعمل معاه رز ابيض. ايوه رز ابيض حاجه، في ناس طبعا بتستعمل معاه رز بالشعريه زي اللي احنا عملناه امبارح، لكن مع الفته عموما ان انت بتحس بطعم الصلصه اكتر مع اللحمه، فلازم تعمليه رز ابيض بيكون بالشكل ده كده. طبعا احنا شرحناه قبل كده ان الرز البسمتي بتحطي الماده الدهنيه اللي انت بتشتغلي بيها زبده او سمنه او زيت، تقلبيها كويس مع الرز، تكوني غسلاه مثلا 10 دقائق في الميه على حسب نوع الرز طبعا البسمتي اللي انت بتستعمليه. في نوع رز بيستحمل ان انت تنقعيه، وفي نوع ما بيستحمل يعني بيتغسل بس وبينزل في الميه على طول على حسب نوع الحبه اللي انت بتشتغلي بيها. بعد كده بتنزليها تقلبي معاها عود قرفه، شويه فلفل صغيرين اسود، شويه ملح، وتقلبيها كويس على النار لحد ما يسخن، وتكوني مجهزه ميه سخنه. الكوبايه بنعمل عليها كوبايتين ونص من الميه السخنه. تمام. هننزل معاها ونقلبها ونوطي النار، وبعد كده تستوي. يبقى ده كده الرز، اول حاجه حطينا الموزه، بعد كده الرز، حمصنا العيش، وهنعمل اخر حاجه مع بعض اللي هي الدقه او الصوص الاحمر اللي احنا بنحبه، اللي هو دايما صوص الثوم بيتحط على وش اللحمه من فوق والفته نفس الوقت. انت بتحطي طبقه عيش، ايوه طبقه الصوص، بعد كده طبقه الرز، تحطي عليها الموزه وتديها شويه صوص تاني من فوق. ده كده طبق الفته، وبيبقى طبق شهي جدا وخفيف
وفي نفس الوقت هتنويع في البيت وفي المطبخ بتاعك. تمام. ده بالنسبه للطبق الاولاني احنا هنعمله طبعا مع بعض واحنا شغالين في الحلقه، هيبقى بس الصوص احنا هننفذه مع بعض واحنا شغالين. تمام. هنيجي نعمل طبق تاني هنعمل مع بعض حلو السويسرول. احنا هنشوف الاول كيكه السويسرول دي بتتعمل ازاي، بيكون شكلها ازاي، طريقه عملها ازاي، عشان في ناس كتير بتقابلها مشكله ان هي بتفكرها زي الكيك الاسفنج العادي. تمام. احنا هنشوف مع بعض كيكه السويسرول المقلوبه، هنشوف المكونات ونشرح مع بعض واحنا شغالين، هننفذها واحده واحده ان شاء الله. هنشوف مع بعض مكونات كيكه السويسرول ونشوف مع بعض ونرجع تاني. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الاعزاء، شفنا المكونات يا شيف. الليله هنشتغل نوعين من السويسرول. نوع هنعمله في الكاسات. أيوة. ونوع هنعمله في الكيكه المقلوبه، او في ناس بتقول عليها الشارلوت كيك برضو، لان الشارلوت كيك ده بيبقى انواع من انواع الحاجات محشيه كريمه، سواء اذا كان بسكويت، سواء اذا كان سويسرول كيك، ممكن يتقطع زي الشطرنج كده وترصيه. كل دي انواع بتتقلب، بتتكبس كويس في قالب او فورمه، وبعدين تقلبيها، بيسموها شارلوت كيك، يعني بتبقى حاجات مشكله فيها. تمام. تمام. احنا اول حاجه هنعمل الكيكه السويسرول. احنا شفنا مكونات طبعا حلو الكاسات، دلوقتي هنشوف مع بعض برده الكيكه الثانيه واحنا بنشتغل مع بعض، بس هنعمل مع بعض السويسرول ازاي بيتعمل، اللي هو الكيكه الاسفنجيه. تمام. تمام كده. احنا نشوف الفكره بتاعت الكيكه نفسها، بعد كده ممكن تنفذي منها اي حاجه انت عاوزاها. منها بيتعمل جذع الشجره، بيتعمل منها كيكه السويسرول المقلوبه، بيتعمل منها الكاسات، ممكن تعمليها كوجبه حلوه للاطفال طبعا، ناخدها معاها المدرسه، من الحاجات الثابته والمفيده جدا طبعا. طيب يا شيف، ممكن المكونات الاساسيه بتاعت السويسرول؟ طيب احنا بنعمل مع بعض، هنحفظ المكونات دي سهله جدا مع بعض. ست بيضات كاملين، ست بيضه كامل. تمام. هنعمل مع بعض نص فنجان بتاع سكر، نص فنجان سكر بنحطه مع ستة بيض. طبعا. هننزل كده بالمضرب. قبل ما نشغل المضرب عشان نسمع بعض، هنحط ستة بيضة معاهم نص فنجان سكر وذرة فانيليا صغيرة، ونخليها تتضرب جدا لحد ما تعمل الفوم اللي احنا متعودين عليه في البيض لما بيجي يتعمل. تمام. هنكون مجهزين معانا تاني نص فنجان دقيق، ده السويسرول. انت لما بتيجي تعملي الكيكة بنفس المعيار ده بتحط الفنجان كامل من الدقيق. تمام. السويسرول خفيف عشان نعرف نلفه. أيوة. بأي شكل احنا عاوزينه. فانت بتحطي ستة بيضه معاهم نص فنجان سكر معاهم ذره فانيليا، وبعد كده بنجهز مع بره نص فنجان دقيق. لما تيجي تعمليها كيكه تحطي فنجان كامل دقيق مع نفس المعيار ده. تمام. تمام. خلينا مركزين مع بعض كويس جدا، عشان الموضوع ده بيفشل كتير مع ناس، لان السويسرول يا جماعه بيبقى طبقه رفيعه جدا ولازم تكون خفيفه عشان لما تلفيه ما يتكسر معاك. تمام. انت هتيجي تعمليه ابيض ده بالشكل اللي انا قلت عليه، هتيجي تعمليه بالكاكاو اللي هو شكل الشوكولاته اللي هنعمل منه الحلو بتاع الكاسات، هتشيلي معلقه من الدقيق ده وتحطي معلقه كاكاو. تمام. هنقص من الكميه ذاتها بتاعت الدقيق، هستبدلها ملعقه بالكاكاو تطلع خفيفه معاكي. لان الكاكاو طبعا بيشد سريع مع الدقيق. أيوة. فانت بتخفي معلقه دقيق قصادها بتحطي معلقه كاكاو. تمام. سته بيضه، نص فنجان سكر، نص فنجان دقيق. لما تيجي تعملي شوكولاته تشيلي معلقه دقيق وتحطي معلقه كاكاو. تمام. بالاضافه طبعا لذره الفانيليا. هنشغل مع بعض المضرب كده. هنفضل نضرب فيه لحد ما يعمل زي الفوم. في الفتره دي انت بتكوني مولعه الفرن على درجه حراره 140 150 درجه، بيكون اهدى شويه من الكيكه، بيستوي معاكي. انت اهم حاجه تعمليه طبقه رفيعه جدا من السويسرول. تمام. عبال ما يتضرب يا جماعه هنشرح مع بعض هنا، ده السويسرول. تمام. تمام. انا طبعا بنلفه في الفويل عشان ما ياخد منك مساحه كبيره، بتفرغي الهواء اللي فيه وبعد كده بتحشيه بالطريقه دي. احنا هشينه طبعا مربى، ممكن تحشيه مربى وممكن تحشيه شوكولاته او نوتيلا، اي شكل انت عاوزاه. تمام. ده شكل السويسرول زي ما شايفينه كده.
بعد ما الكيكه دي احنا هنعملها مع بعض دلوقتي هندخلها الفرن برده، هتبقى طبقه رفيعه جدا. لو لاحظنا طبقه الكيك اللي هنا هتكون رفيعه جدا زي ما شايفينها كده مع بعض، تمام؟ سهله اللفه. تكون سهله عشان كده احنا بنحبها هشه، يعني بس لو ضغطت عليها وسبتها بترجع تاني مكانها. احنا زي ما شايفينها كده بالشكل ده كده. بالشوكولاته برده بتكون حلوه. احنا هنا حشينها مربى، ممكن تحشيها نوتيلا، ممكن تحشيها شوكولاته بيور، بس تخفيها بشويه كريمه وكريمه زبده عشان تبقى خفيفه معاكي وتبقى بالشكل ده كده. احنا وريناكم الطريقه بتاعت العمل بتاع السوسرول. احنا هنعمل اول حاجه منها، هنعمل حاجه اسمها كيكه السوسرول المقلوبه. احنا طبعا عملنا واحده ابيض من ده وعملنا واحد شوكولاته، تمام؟ هنجيب هنا قالب او فورمه او صينيه من عندك من البيت، تكون يعني غويطه شويه زي ما احنا بنقول، ما تكون سمكتها ضعيفه. هناخد كده القالب ونقطع معاها فويل، حته فويل كده. طيب هنجيب قطعه فويل زي دي كده ونحطها جوه القالب هنا بالشكل ده عشان لما تيجي تتقلب تكون سهله معاك. لو ما عندك الفويل ممكن تعمليها بالرول البلاستيك اللي احنا بنغلف بيه الاكل ده، تمام؟ هنرفع كده تقلبي ده. الطرف انا بقطعه طويل ليه بره عشان بعدين اقفل بيه الكيكه من بره واضغط عليها، تمام؟ هنقفل كده اكنها بالشكل الدائري بتاعها اللي هو اللي احنا متعودين عليه كده، شكل الكوره نفسها او شكل الفورمه اللي انت هتعمليها. ممكن تعمليها في فورمه الانجليش كيك الطويله، ممكن تعمليها في المدوره اللي زي دي، مفيش مشكله فيها. هنبتدي نقطع السوسرول بالشكل ده كده، تمام؟ قطع كده سميكه شويه عشان لما تيجي تقطعيها تبقى ماسكه معاك الكريمه نفسها، ما تكون ضعيفه، تمام؟ هنبتدي نرص مع بعض هنا. لو قربنا كده شويه نرص الارضيه كده مع بعض بالشكل ده، نلزقهم في بعض كويس جدا عشان تكون متماسكه مع الكريمه. تحاولي تخلي كل المسام اللي جوه مقفوله عشان ما تمسك معاك الكريمه من بره تمسك في القالب نفسه. بنقطع كده الباقي. لسه الكرة تقريبا عملت. ممكن نخليه بس ثانية واحدة نديه شوية. هنكمل السوسرول هنا مع بعض لحد ما توصلي للطرف فوق كده بالشكل ده، تمام؟ تمام. شايفين الشكل يا دكتورة؟ الأحمر طبعا بيبان مع اللفة، هو ده شكل السوسرول اللي احنا متعودين عليه. ممكن تعمليه كيكه، تعملوا له زي الساندوتش الصبح، تعملوا له في كاس بعد الغداء، تضغطي عليها كده كويس بتكون بالشكل ده كده، تمام؟ هنسيب الباقي عشان احنا هنغطي بيه الطبقه اللي فوق بعدين، تمام؟ بالشكل اللي احنا شايفينه. هنجيب معانا الكريمه. الكريمه هتعمل بيها طبق يا شيف مع السوسرول اللي هنعمل بيها طبقه داخليه يا دكتوره. في ناس بتزود نسبه الكيك بتبقى اعلى وفي ناس بتعملها بسيطه. احنا طبعا بنعملها عشان تكون ماسكه كويس جدا معاكي. بنعمل شويه كريم باتسير اللي هو الكريمه زي الشانتيه بس طبعا بتقلب لونها اصفر شويه بتكون متماسكه، وهنعمل معاها شويه كريمه شانتيه ابيض عادي. هتضربيها بلبن او ميه بتلج، تمام؟ المهم يكون اللبن برده جامد يعني بارد عشان بيعيش معاكي فتره اطول. هناخد مع بعض هنا شويه كريم باتسير عشان تتماسك معاكي. نديها شوية كريمة. نبتدي نضغط عليها كده عشان تمسك السوسرول معاكي، تمام؟ شايفين يا جماعة؟ أهم حاجة تكوني حاشية لحد كده، بنسيب طبقة صغيرة عشان نعمل نغطيها. نعمل طبقة السوسرول الأخيرة دي كده بالشكل ده. نقفلها عشان ما تتعبى وتبقى لما تيجي تقطعيها بتنزل الخرطة، كل ما بتبرد كل ما بتكون أحسن طبعا. تمام؟ كده بالشكل ده كده، وتضغطي عليها
عشان تمسك معاك المكونات. نبتدي نقفل عليها كده بالشكل ده. ده عشان كده احنا بنقطع الفويل قطعه كبيره شويه. ممكن تغلفيها بقى بالبلاستيك وتدخليها الفريزر مده نص ساعه ساعه لحد ما تتماسك شويه، وبعدين تبتدي هنطلعها مع بعض نعملها بعد شويه. هنسيبها تبرد شويه في الثلاجه، وبعد كده نطلعها نقلبها ونوريكم طريقه الصوص بتاعها اللي بيتعمل ازاي. هندخلها الثلاجه شويه ونكمل مع بعض الاسبونج. بعد كده حل الكاسات صح؟ اه هنوريهم بس يا دكتوره السبونج بتاع الكيك. الكيكه بتاعت الكيك. احنا كده حطينا 6 بيضه وحطينا مع بعض نص فنجان من السكر وذره فانيليا صغيره وباقي الدقيق بس اللي احنا هنخلطه معاه. هنوريكم دلوقتي هيكون ازاي، عشان نوريكم ازاي طريقه السويس رول بتكون الطبقه رفيعه ازاي. تمام؟ بس مكاننا كده عشان نوريكم شكل الصينيه هتكون ازاي معانا. هنحط دلوقتي مع بعض، هنهدي المضرب كده شويه. دايما وانت بتحط الدقيق في العجينه بالذات بتاعه الكيك او الاسبونج اللي انت بتعمليه الكيك الاسفنجيه او السويس رول بتحطيه وتهدي المضرب جدا، او لو بتضربيه بايديكي تهديه احسن بالراحه واحده واحده كده عشان ما تنزلي الفوم او الهواء اللي جوه الكيكه ده يهبط منه. هننزل نص فنجان دقيق. سيبها تعمل شويه كده. هنجيب ورقه الزبده او تدهني الصينيه بتاعتك، تدهنيها سمنه او زيت وتعفريها بشويه دقيق صغيرين جدا. تمام؟ او تحطي ورقه زبده اللي هي بتاعت الكيك بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنكون مولعين الفرن، درجه تسويه السويس رول بتكون اقل شويه. تمام؟ طبعا ليلى يا شيف يعني الحاجات كلها قريبه من بعض، اللي هو مكون واحد يتعمل منه كم طبق. كم طبق يا دكتور؟ أيوة. ما عشان كده احنا بنديهم دايما التنويع عشان الناس ما تمل تقول لك صنف واحد. أيوة. لا احنا بنوريكم كم صنف احنا بنعمله معاكم. تمام؟ واتكلمنا الاحد حلقه الاحد عن المكملات الغذائيه وعن البدائل حقتها اللي هي الاساسات بتاعتها من الغذاء، وبعد كده نحن بنحتاج للمكملات الغذائيه في حاله انه ما توفرت لنا الكميات اللي نحن محتاجين لها من الغذاء الطبيعي اللي نحن بنتناوله. كنا تكلمنا عن البروتين، وحاليا الاطباق شيف حيعمل لنا الفته باللحم، وحتى السويس رول فيه البيض اللي هو اساسي جدا جدا من كميه البروتين اللي بنحتاج لها، المهمه جدا جدا لجسم الانسان في بناء العضلات، في تكوينها، في الطاقه اللي بيحتاج لها جسم الانسان. عشان كده قلنا البيض عموما فيه نسبه عاليه جدا من البروتين والبيوتين اللي هو مهم لبناء العضلات ومهم جدا للاظافر وللشعر ولصحه الجسم وصحه الجلد عموما. بنلقاه في كثير من المكونات الغذائيه. نحن لازم اولا شيء نستفيد منه من الغذاء الطبيعي، وبعد كده اذا ما توفر لنا حسينا بانه في نقص نتناول المكملات الغذائيه، والكميات بتاعتها قلنا تكون محدوده وفي فترات بسيطه جدا جدا ما تفوت الست شهور عشان ما تعمل لنا اضرار ومشاكل نحن في غنى عنها، وقدر ما نستفيد بدل ما نستفيد منها تضرنا وتسبب لنا مشاكل كثيره. يا شيف محمد ان شاء الله دكتوره شايفين زي ما احنا نزلت مع بعض بالكيك اهو من غير اي اضافات ثانيه. تمام. بتهيألي ثلاث مكونات بتعملي بيها حاجه ظريفه جدا، بتضيفي عليها بقى بعد ما تطلع زي ما اتفقنا شوكولاته او مربى او نوتيلا. تمام؟ تبتدي تفرشيها كده بالراحه تسويها عشان بعد كده فراغات الهواء اللي فيها دي تطلع. تمام؟ تخليها طبقة رفيعة، كل ما بتكبري طبعا الصينية كل ما بتطلع معاكي رفيعة وأحسن. تسويها كويس جدا كده. بعدين كل ما كان رفيعة ما حتأثر يا شيف، يعني بتكون معاكي أجمل وخفيفة كمان. لأن احنا في النهاية حنحشيها. هي بتطلع لها طبعا قشرة خارجية يا دكتورة، الناس بتشوف الزفارة دي بتاعت البيض دي أو الشكل الفوم اللي بيطلع الهواء بيبقى طبقة فوق قشرية كده خفيفة. تمام. بعد ما بيبرد ممكن تحكيها بإيديك كده أو بطرف سكينة رفيع بيتشال معاكي وبيشيلك ريحه البيض تماما من الاسبونج. تمام؟ كده خلاص بقت جاهزه. السويس رول ده الاسبونج بتاع السويس رول يا جماعه بيبقى خفيف بالشكل ده. هندخلها مع بعض الفرن في المسافه دي، نطلع مع بعض فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، انتظرونا.
رجعنا مع بعض مرة تانية في برنامجنا وبرنامجكم نكهة خاصة. وزي ما شفنا مع بعض قبل الفاصل احنا عملنا مع بعض ازاي تعملي السويس رول في البيت، وشرحنا ازاي تعمليه بني وازاي تعمليه ابيض، تمام؟ دي عشان هتقدمي منه كذا طبق ممكن ينفعك لقدام. ده السبونش الخفيف جدا يا جماعة، مال كيكة، ممكن تعمليه جاتو، ممكن تعمليه سويس رول، ممكن تعمليه الملفوف زي اللي احنا عملناه دلوقتي ده. تمام وهنشوفها برده ان شاء الله تطلع في الحلقه ونوريها لحضراتكم. وعلى فكره ما بتاخد وقت تماما في الفرن، هي مجرد 10 دقائق. يعني الكيكه اللي احنا ضربناها دي بتاخد 10 دقائق بالظبط. لو سبتيها بردت تعمليها طبقات بتبقى معاكي جاتو، لفتيها بتبقى معاكي سويس رول. تمام. طيب هنيجي مع بعض، احنا عملنا دلوقتي وريناكم ازاي الموزه بتتعمل، ازاي السويس رول بيتعمل، ووريناكم ازاي بيتلف كمان، من الحشوات بتكون ايه مختلفه. هنعمل مع بعض دلوقتي قبل ما السويس رول يشد شويه في الثلاجه، نعمل مع بعض سلطه الحمص بالطحينه. هنشوف مع بعض المكونات ونرجع مع بعض مره تانية. رجعنا مع بعض مره تانية، هنعمل مع بعض دلوقتي سلطه الحمص بالطحينه. تمام. انا دكتوره معلش ما ادانيكيش وقت كتير النهارده، لا لكن لا مشكله، تشوفي مع بعض زي ما اتفقنا. احنا بنجيب الحمص بنجيبه ننقعه قبلها بيوم او فتره كافيه، يعني اقل حاجه 6 ساعات، بتنقعيه في ميه وتغيري له الميه مره تانية. بعد كده لما تيجي تسلقيه تنزليه في ميه سخنه مع شويه ملح صغيرين عشان ما يقشر معاكي القشره الخارجيه. تمام. هننزل بيه في الميه، بعد كده يبرد كويس، نبرد عليه بميه بارده، نطلعه نديله معلقه زيت خفيفه عشان ما يطفي اللون ولا يغير ولا يسود معاكي، فبتدي له لمعه زيت كده خفيفه بس زي المكرونه بالظبط. بعد كده بنجيبه نحط معاه يعني كوبايتين الحمص اللي انت عاملاهم او سلقاهم، بتحطي معاهم كوبايه صغيره طحينه معاهم كوبايه زبادي. هنضيف الاضافات مع بعض، ملح، شمار، خل، عصير ليمون، لو حبيتي شويه كزبره خفيفه كده ممكن تحط لها. دي كلها حاجات خفيفه حلوه بتديكي طعم حلو جدا مع سلطه الحمص بالطحينه، لكن هي الاساس فيها الحمص، الطحينه، الزبادي. تمام. الزبادي طبعا بيخليها لك ناعمه شويه. بتضربي ده كله مع بعض في الخلاط او في الكبه بتاعتك وتضيفي بهاراتك وشويه زيت زيتون صغيرين، وتطلع معاكي ناعمه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام. دي سلطه الحمص بالطحينه، جهزنا منها جزء وسيبنا لكم جزء عشان برده دايما تخلي منها حاجه بسيطه عشان نزين منها في الطبق. تمام. هنشوفها كده مع بعض، نسيب الدكتوره تكلمنا شويه عن فايده الحمص. تمام يا شيف، عاوز ياخد طبق؟ خليك تفضلي. تمام. سلطه الحمص بالطحينه هي من السلطات او الاطباق الشهيره ومفيده جدا جدا للقيمه الغذائيه الموجوده فيها. بتحتوي زي ما قال الشيف الاساسيات اللي هي الحمص واللي هو الكبكبه، وكمان الطحينه اللي هي الاساس فيها السمسم، وعندنا الزبادي. الحمص مفيد جدا ومهم، او الكبكبه فيه نسبه عاليه جدا من الالياف، مفيد لصحه الجهاز الهضمي، بيساعد على التخلص من مشاكل الامساك، من مشاكل بتاعه تغلص الهضم عموما. وكمان فيه العناصر الغذائيه المفيده، فيه نسبه من الحديد مفيده، وفيه المغنيسيوم، وفيه كمان الالياف زي ما قلنا. عندنا الطحينه اللي هي الاساس بتاع السمسم. السمسم هو من البذور او البذور المفيده جدا وقيمتها الغذائيه عاليه، بتحتوي على نسبه عاليه من الكالسيوم. ممكن الناس اللي ما بيتناولوا الحليب ما بحبوه وقلنا يتناولوا منتجات الحليب، ممكن يعوضوه بتناول السمسم اللي هو السمسم الطحنيه او الطحينه، بتكون مفيده جدا ومهمه بالنسبه لهم لانه فيها الكالسيوم، مهم لبناء العضلات والعظام والاسنان. وكمان عندنا بيحتوي كمان السمسم على المغنيسيوم المهم جدا جدا لصحة الجهاز العصبي. وزيت السمسم ذاته بيدخل في كثير من المركبات اللي هي التجميلية،
بيساعد على صحة الشعر، فروة الرأس، الجلد ذاته لو فيه مشاكل ناس الربو ممكن يتهنوا به جسمهم. ده بالنسبة للطحينة، الفوائد الغذائية الكثيرة جدا الموجودة في السمسم. وكمان عندنا الزبادي ملين في الجهاز الهضمي، ملين وبيساعد على عملية الهضم، وفيه نسبة من الكالسيوم وفيه كثير من العناصر الغذائية المفيدة اللي بيحتاج لها جسم الإنسان. السلطة دي هي متكاملة من ناحية البروتين، من ناحية الفيتامينات، من ناحية المعادن، عشان كده نحن عشان نكمل القيمة الغذائية بتاعتها بالنسبة للناس الرياضيين أو الناس اللي قلنا بتناول مكملات غذائية ممكن مع لحمة أو دجاج أو كده تبقى لهم طبق رئيسي وأساسي إنهم يعوضوا به جسمهم عن البروتينات المفيدة قلنا للطاقة اللازمة اللي بيحتاجوها للحركة بتاعتهم لبناء العضلات، للمساعدة على إنه يحافظوا على الجهاز العصبي متوازن وصحي. وكمان صحة القلب بتساعد على صحة القلب العناصر الغذائية الموجودة فيها زي اللي قلنا المغنيسيوم وفيها الفيتامينات والمعادن. ونسبة الألياف برضه يا شيف يعني مفيدة، يعني أي زول الطحينة دي متكاملة فيها قلنا زبادي أنت قلت وفيها حمص وفيها طحينة. فيها طحينة. يعني البهارات كمان يا دكتور. والبهارات كمان. والبهارات، البهارات طبعاً دور مميز كمان عن باقي. أيوة صح. زيت الزيتون كمان مفيد جدا في السلطات دي، احنا دايما بننصح بيه حتى في الاكلات طبعا عشان ممكن يكون غالي شويه تكلفته، لكن احنا بنقول دايما حاولوا تستعملوه في السلطات بالذات بيكون فائدته اعلى. ايوه زيت صحي جدا. هنا دكتوره خلاص بقى ده ميزه السلطه دي ان احنا بتقدري تشكلي منها تشكيله كبيره، غير الطحينه بتكون خفيفه شويه. تمام ممكن نعمل بقى طبعا الديكورات يا جماعه دايما بنتكلم عليها ان انتوا ده دايما تخلي سفرتك مميزه بشكل حاجات معينه وفي نفس الوقت النكهه والريحه بتاعتك في المطبخ. تمام. خليها دايما مميزه عشان حتى الجيران يغيروا منك يبتدوا يعملوا حاجه احسن وانتوا تنافسوا بعض بقى بعد كده. صح، والناس يحبوا ذاتهم ياكلوا، يعني في ناس بيقول لك الزينه بتجذب يعني الشكل قبل الطعم. العين طبعا الدكتور. أيوة. بتاكل. فحتى الشيف هسه حاليا اضاف الخيار، زي قبل شويه تكلمنا عن البايوتين قلنا مفيد ومهم جدا جدا لصحه الجهاز الهضمي والجهاز العصبي وكمان الشعر الاظافر لصحه الانسان عموما. الخيار بيحتوي على نسبه من البايوتين اللي بيحتاج لها جسم الانسان، وزي قبل شويه قلنا لكم البيض اللي هو صفار البيض بيحتوي على نسبه عاليه من البايوتين. صفار بياض البيض فيه ماده اسمها الافيدين هي بتمنع امتصاص البايوتين اللي هي ممكن تأثر لنا، عشان كده نحن لما نجي نتناول البيض لازم يكون ناضج 100% سواء كان مسلوق أو كان مقلي على الزيت، يكون يعني مستوي تماما عشان ما تتأثر المكونات الموجودة فيه ونقدر نستفيد من القيمة الغذائية الكاملة الموجودة فيه. وكمان في معلومة يعني حابة نوصلها للناس ويقدروا يستوعبوها، إنه في ناس كثير بيتناولوا قلنا المكملات الغذائية، وفي ناس كثير يعني بيستعملوا مستحضرات تجميل بيقول لك ما بتصهر فينا. جسم الإنسان مثلا جيب لك زرعة شتلة خطيها في الفازة وغطيها من بأي حاجة، غطي الرملة أو الطين بتاعها غطيه ورشي أو غسلي الأوراق بتاعتها، انت كده ما حتستفيدي، حتلقي انه الورق نضر بس لحظه غسلتيه، ولكن اللي قدام حينشف وحيجيف مهما انت عملتي فيه ما حيتاثر، لانه الارضيه بتاعته او الاساس بتاعه او الجذور بتاعه ما مغذيه كويس وما واصل لها المويه اللي هي الاساس بتاع حياه النباتات. فبالتالي نحن جسمنا من جوا لازم نحن نغذيه ونستفيد به، نستفيد اننا نديه الغذاء العناصر الغذائيه المحتاج لها، نشرب كميات كافيه من المويه وكل المكونات الغذائيه الاساسيه اللي تكلمنا عنها في الحلقه الفاتت اللي هي قلنا الكربوهيدرات، البروتين، الفيتامينات، المعادن، المويه دي من الاساسيات بتاعه الغذاء، الاحماض اللي نحن محتاجين لها عشان جسمنا من جوا يكون متماسك ويكون صحي وسليم، وتظهر الغذاء اللي احنا بنتناول ده يظهر على شكلنا الخارجي، البشره، شكل الاظافر، الشعر، صحه العيون، صحه الجلد، دي كلها بتتاثر بالغذاء الداخلي وبعد كده بتنعكس علينا خارجيا. يا شيف محمد كده دكتور ما شاء الله شكل ورود حلو كده عشان تفتح شديد. نفسهم على الاكل ما شاء الله، تسلم يدك النهارده مع الوجبه الجميله دي ان شاء الله. اديها شويه شطه خفيفه. دايما كل ما بتشكلي تشكيله الالوان وشكل الاكله بيكون معاك مشهي للاكل على السفره، بيشهي الناس ان هي امتى تقعد على السفره وتاكل. تمام يا شيف احنا ممكن معلش ايوه زيت الزيتون الشطه انت اضفت شطه حمراء، احنا ممكن برضو البابريكا الحمراء اللي هي بارده صح، في منها بارد في منها حار باردة. ممكن نفس الأطفال. النوع ممكن تحط بابريكا بارده عشان الاطفال. ايوه صح
ندي لها شويه زيت زيتون كده عشان تحافظ عليها وتديها شكل حلو، في نفس الوقت بنعلي القيمه الغذائيه بتاعتها. ايوه تمام. طبعا لما الزيت يا دكتوره بيقعد مع الشمار شويه مع الشطه بيغير لك الشكل تماما، بعد شويه بتحس ان في الوان ممتزجه مع بعض. صح ما شاء الله يا شيف، الله يتسلم يدك. الله يخليك. ان شاء الله كمان المشاهدين يشاركونا بابداعاتهم وفنياتهم، كل زول حسب فنياته يعني يورينا يظهر لنا الابداع بتاعه في الحمص والسلطات دي. زي ما احنا كده شايفين اهو، دي كده طبقين السلطه بالشكل ده. اتفنني ابدعي عشان السفره بتاعتك تكون جميله، تكون مميزه. تسلم يدك. زي ما قلنا سلطة الطحينة مفيدة جدا لكل الفئات العمرية، اللي هي بتوازن لنا نسبة السكر في الدم، بتوازن الأنسولين، أو كمان الناس اللي بيعانوا من زيادة الوزن، نسبة الألياف قلنا فيها بكميات كبيرة جدا بتساعدهم على الشبع لفترات طويلة، الرياضيين الحركاتهم كثيرة، الناس اللي بيمارسوا نشاطات كثيرة وحركة كثيرة برضو مفيدة جدا لأنها بتزيد من النشاط والطاقة والقدرة على الحركة والتحمل من المكونات الموجودة فيها. شيف محمد هنشتغل على شو ثاني؟ دكتورة كده هبتدي نعمل مع بعض بس الصوص لكيكة السوسرول. تمام. الصوص طبعا بيختلف كتير جدا، انت عندك فراولة في السوق، عندك كريز الكرز ده الأحمر، في منه ساعات بينزل فريش، في منها الحاجات دي يا جماعة معلبات برضو، بس انت الأفضل لو لقيت فريش تعمليها أحسن. تكلفتها بسيطة ما غالية، هنحط مثلا شوية فراولة كده صغيرين سواء فريش أو مجمدة، هنحطها كده على النار. طبعا الفراوله بتكون فيها طعم المزازه شويه. أيوة. فانت بتطعميها وتتفنيني فيها عشان تعمل لك شكل الصوص. هننزل معاها بشويه جيلي فراوله، لو انت مستعمله فراوله حطي جيلي الفراوله، هنديلها كده خفيفه كده ومعاها شويه ميه صغيرين جدا. لو زادت منك كميه الميه، لو فاكرين مع بعض الجيلاتين اللي احنا شرحناه، بتزي حطي منه معلقه صغيره عشان يبقى قوامه تقيل معاكي، يعني بيبقى القوام بتاعه تقيل. تمام. شيف حنشوف مكونات بتاعت الكيك السويس رول ونرجع لكم. هنشوفها تاني يا دكتور عشان الناس تكتبها طبعا مع بعض. كيكة السويس رول هنشوف المكونات ونرجع مع بعض مرة تانية. رجعنا مع بعض بعد ما شفنا مكونات السويس رول. وادي السويس رول خلاص لو حسبنا مع بعض هيقعد بالظبط 10 دقايق في الفرن. هنا دي الكيكه بتاعت السويس رول بتبقى بالشكل ده. دي الطبقه اللي انت قلت هنتخلص منها. دي الطبقه اللي احنا شرحناها يا دكتوره، اللي هي اللي احنا بنشيلها فوق بعد ما بتبرد، ما بتشال وهي سخنه يا جماعه، تسيبها تبرد شويه قدامك على الترابيزه، ممكن بحرف سكينه رفيعه كده تشيليها، او لو سبتها شويه بردت تتفكها بتعمليها كده بايديكي بتتفرول معاك القشره الخارجيه دي بس. تمام. احنا ممكن نشوفها مع بعض اهو عشان نوريها لهم برده. تفك كده احراف الصينيه بالراحه لو انت حسيت انها ماسكه معاكي شويه. وزي ما اتفقنا يا جماعه، ما عندك ورق زبده حطي شويه دقيق صغيرين مع شويه الزيت اللي انت بتعمليهم. تمام. تعفريها تعفيره خفيفه عشان تطلع معاكي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ما شاء الله شايفين يا جماعه اهي، خفيفه من ورا بالشكل اللي احنا شايفينه ده من ناحيتين. خفيفه جدا على فكره، 6 بيضات، نص كوبايه سكر، نص كوبايه دقيق، معلقه فانيليا، حبيتي تعمليها بني عشان الشوكولاته، تعمليها تشيلي معلقه دقيق وتحطي معلقه كاكاو مكانها. شايفين يا جماعه، حتى لو قربنا هنا مع بعض كده بالكاميرا شفنا بنضغط عليها بتبقى هشه بالطريقه اللي احنا شايفينها دي. لو قربنا هنا مع بعض شفناها كده تضغطي عليها هتطلع تاني زي ما هي اهي، شايفين بتبقى هشه بالطريقه دي. بتسيبيها تبرد شويه وبعدين ممكن لو في وقت في الحلقه ان شاء الله بنلفها مع بعض سويس رول وتشوفوها تتلف ازاي. دي كيكه السويس رول. تمام. حطينا مع بعض دلوقتي الصوص اهو، لو شفنا مع بعض الفراوله معاها كيسين جيلي صغيرين،
لو ما عندك ممكن تستعمله، لو عندك جيلاتين ممكن تستعملي الجيلاتين وهتبقى سهله بالنسبه لك برضو في العمايل. تمام، هنسيب الصوص يستوي شويه. عملنا مع بعض كيكه الصوص رول وعملنا منها جزء اللي هو كيكه الشوكولاته البنيه. ممكن نعمل منها الكاسات وبعد كده نبتدي نعمل مع بعض كيكه الصوص رول. استاذنك يا دكتوره في الكاسات دي هتاخدها على طول يعني. ممكن نشوف برضو المكونات تاني يا دكتوره. تمام، نشوف مع بعض مكونات كاسات السويس رول ونرجع مع بعض مره تانية. رجعنا مع بعض مره تانية بنعمل مع بعض كاسات السويس رول. ده طبعا احنا حطينا له كاكاو خفيف، ممكن تعمليه على فكره بالنسكافيه برده بيطلع معاكي حلو جدا. يعني اشكال السويس رول ده يا جماعه بتفرق معاكي في حشوه الطعم نفسه اللي انت بتحشيها بيها، او تعملي نوع الاسبونش نفسه او الكيك اللي انت بتعمليه يكون ليه شكل. هنا مثلا حطينا له شويه كريمه مع شويه شوكولاته او نوتيلا، حشينا بيها واحده جهزناها. طبعا انت بتسيبيها تبرد شويه بعدين تدخليها الثلاجه تلفيها فويل كويس جدا عشان تطلع معاكي حلوه. تمام؟ لازم تبرد كويس عشان تتماسك معاكي كده بالشكل ده. نحط كده السويس رول بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا حاجه مشهيه جدا يا دكتور. جدا ما شاء الله، شكلها حلو وقيمتها الغذائيه عاليه، حتى الحشوه بتاعتها يعني مفيده. كريمه والكاكاو الموجود فيها قلنا مفيد جدا بالنسبه للاطفال للعناصر الغذائيه الموجوده فيه، وكمان بالنسبه للمكملات الغذائيه في ناس كثير بيشربوا مشروبات الطاقه، بياخذوا بروتينات او بياخذوا مكملات اللي هي بتساعدهم على الطاقه والحيويه وانهم يمارسوا الرياضه بتاعتهم براحه، وبناء العضلات كمان بيحتاج ل الغذاء المهم جدا ومفيد. الكاكاو او الشوكولاته مفيده جدا جدا بالنسبه لهم اذا هم تناولوها حسب اضافوها لاطباق معينه، او اما يتناولوها كمشروب بيستفيدوا منها وبتساعدهم قلنا على الطاقه اللي بيحتاجوا لها، فبالتالي انت بتخفف تماما من المكملات اللي انت بتتناولها من برا اللي قلنا كل ما مدتها تزيد بتسبب لنا مشاكل واضرار نحن في غنى عنها، منها الحساسيه، منها بتاثر على الجهاز العصبي، بتاثر على الجهاز الهضمي، فبالتالي عشان كده نحن لازم نخلي الغذاء بتاعنا متكامل، نحاول بقدر الامكان نستفيد ونعرف نحن العناصر الغذائيه المحتاجين لها ونتناولها خلال الغذاء بتاعنا. معايا الشيف محمد. ان شاء الله يا دكتوره. هنا احنا لو لاحظنا ما عملنا سويس رول بقى معانا شويه كريمه وكريم. أيوة. باتسير. هنبتدي نخلطهم مع بعض ونزود لهم شويه لبن صغيرين نخليها شويه خفيفه يتفكى. عشان نشرب بيها السويس رول. ممكن عندك قطع اناناس، قطع مانجا، تحطي عليها شويه تفاح، كل ما بتزيدي حاجه طبعا بتديكي طعم مميز وريحه وشكل ممتاز. تمام؟ احنا نقلب كده مع بعض الكريم. الكريمه الاثنين بقى الكريمه اللي احنا عاملينها، وهنضيف عليها شويه لبن صغيرين، او ممكن تحطي شويه نوتيلا تغير الشكل باللون البني، تحطي شويه صوص فراوله، كيس جيلي، اي حاجه فكره جميله ممكن تعمليها بيها لان الصنف ده متاح واشكاله وطعمه كتيره. هنبتدي نعمل مع بعض نكمل الكاسات، بس هنطلع مع بعض فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. انتظروا. رجعنا مع بعض مرة تانية هنكمل مع بعض كاسات السويس رول. زي ما اتفقنا ممكن يكون عندك أي نوع فاكهة، أناناس، كرز، تحطي مانجا، أي حاجة فراولة، أي شيء عندك ممكن تضيفي كده شوية مع الكاسات، هيبقى حلو وظريف جدا لما بيبرد كمان. حطي شوية أناناس كده بسيطة. ممكن تخفي الكريمة جدا تعمليها سايلة وتصبيها عليها لو أنت عندك الكاسات أو الطبق اللي أنت تغرفي فيه أكبر من كده. تمام؟ تمام. هنحط هنا حلقات الأناناس
بالطريقه دي، ونبتدي نديها شويه كريمه بالشكل ده. ما نزودش طبعا عشان الكاسات ما يبقاش فيها سكر زياده. تمام. دي ممكن تلعبي بقى في التشكيله بتاعتها، ممكن تعملي جزء اوريو كده، بسكويت اوريو تضيفي عليه. تمام. هي ما شاء الله يا شيف يعني كاسات متكامله من كل العناصر، الشكل ولون وقيمه غذائيه عاليه. ممكن نلعب معاها برضو بشويه شوكولاته كده خفيفه. تمام تمام بالشكل ده. كمان الديكور يا جماعه برضو بيدي عامل مهم جدا في الاكل. اكيد. كمان يا شيف الاناناس، نحن اذا الليله الطبق ده، نحن طبعا الاطباق بتكون نوعا ما متناسقه، لانه ممكن تطلع مع بعض، اللي هو الناس اللي بيعانوا قلنا من مشاكل فيه اللي هو عندهم القاوت. الاناناس قلنا مفيد جدا بالنسبه لهم، وكل الاغذيه اللي بتحتوي على فيتامين سي بتكون مفيده، لانها بتخلص الجسم من السموم ومن نسبه البروتين الزايده بتخلص منها، نسبه الحمض البوليك الزايد برضه بتخلص لنا الجسم منه. عشان كده بننصح الناس اللي بيعانوا من القاوت اللي هو من تناول اللحوم بكميات كبيره، فانهم يتناولوا الاناناس وكل الاغذيه اللي هي الليمون، البرتقال، الاغذيه اللي بتحتوي على فيتامين سي، والكيوي، وهي خضروات وفواكه كثيره جدا جدا. ان شاء الله في الحلقات القادمه حنتكلم لكم عنها. ان شاء الله. شيف محمد، نيجي هنا للصنف الثاني بقى، لكيكه الصوصرون المقلوبه. لو افتكرتوا مع بعض احنا عملناها ودخلناها الثلاجه شويه، وزي ما قلنا احنا بنكبسها كده شويه، نسيبها تبرد عشان لما نيجي نفكها كده تتقلب معانا سهله. تمام. بنفك الفويل نرجعه تاني بره زي ما كان بالشكل ده، وناخد الطبق بتاعنا كده ونقلب الكيكه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. شايفين؟ أيوة. ونبتدي نشيل الفويل بالطبق بتاعنا كده. ما شاء الله. هيبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده مع بعض. تمام؟ ده شكلها بعد ما بتبرد. هنعمل لها طبعا الصوص زي ما اتفقنا. اي نوع عندك، توت، تفاح، تعمل لها فراوله على حسب الشكل اللي انت عاوزاه. هنضيف لها كده، تحط لها كده حبات الفراوله حواليها. الصوص طبعا لما بيجي يشربها بيبقى شكله جميل جدا. كده. والاطفال بتحبه. بالشكل ده كده، حبات الفراوله بتكون شكلها جميل جدا لما بتحطيها معاها. ممكن تعملي توت، ممكن تعملي تفاح، ممكن تعملي مانجا على حسب. ممكن على فكره مربى المشمش برضو تعملي بيها صوص رول وتعملي بيها صوص خارجي. كل حاجه ممكن تعمليها، الالوان تكون متناسقه ذات كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام. وتبتدي تنزلي بالصوص كده حواليها، تشربيها شويه عشان تبقى احمر فابيض بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام. تمام. ما شاء الله تبارك الله. تمام يا شيف، اتفضل لنا يا شيف بس الطبق الاخير صح؟ اه كده الفته خلاص هنبتدي فيها بقى لعشاق الفته. كده خلصنا مع بعض طبق السويس رول، وزي ما شايفينه طبق شهي جدا، بتسيبيه يبرد شويه طبعا في الثلاجه، وبعد كده تدخليه على السفره بتاعتك ان شاء الله بيكون شكله جميل جدا. تمام. تعملي له كده لو فايض عندك شويه كريمه، تعملي له شويه كريمه حلوين بالشكل ده. كمان زي ما اتكلمنا في الحلقه الليله عن البايوتين، البايوتين برضو من الحاجات اللي بتاثر عليه او بتقلل كميته، بتحتاج انك تتناول كميات زياده منه، الحمل والرضاعه وكمان التدخين. يعني بنقول للناس، النساء الحوامل واللي بيرضعوا وللشباب اللي بيدخنوا، انهم يحاولوا ان الغذاء بتاعه يكون متكامل وفيه عنصر البايوتين بكميات كبيره، لانه الحاجات دي بتاثر على كميته ونسبته في الجسم اللي هو لازم، هو محتاج لها، لازم احنا نوفرها له. شيف محمد عشان تفضل لنا اخر خلاص بقى احنا نبتدي نعمل مع بعض الفته الموزه. طيب في طريقتين الناس بتحبهم، مثلا بتحب تحمر اللحمه او الموزه اللي احنا بنعملها. تمام. بتحب تحمرها في شويه زيت او تدهنها شويه سمنه وتدخلها الفرن بتحمر شويه، او بتحبها ناشفه شويه. وفي طريقه ثانيه بتحطيها ني في ني كده، او اللي هي بتكون بشكلها الطبيعي بتاع السلق، وبعدين تحط لها الصوص بتاعها. تمام. هنبتدي نعمل مع بعض دلوقتي الصوص كده بطريقه سريعه، ونغرف مع بعض برده الفته. تمام. قلنا مع بعض نعمل رز ابيض ونعمل عيش محمص. تمام. هننزل هنا بشويه زيت خفيفه، هنا شويه بصل خفيف، لو حبيتي ممكن تضيفي ثوم بس على فكره، يعني ممكن الفته دي تبقى ثوم بس فقط لا غير. تمام. تمام. هنعمل مع بعض فصين ثوم كده، او الدقه بتاعت الثوم قدحه.
القطعه اللي احنا بنقول عليها. نبتدي ننزل مع بعض بالثوم معاها، نلسه كده بيكون خشن شويه. تمام. الثوم طبعا في الدقه بيكون كميته كبيره يعني زي البصل، الناس ما تستصعب الثوم لان هو طبعا هو اللي بينكهلك مع الخل والطشه بتاعت الكزبره، هي اللي بتديك الطعم بتاع الفته ده نفسه. تمام. بعدين انت حتى الاضافات دي ما ضفتها للشوربه ولا ضفتها للفته؟ احنا حطينا في الشوربه زي ما قلنا دكتوره ورق لورا، حبهان، قرفه، شويه كزبره صغيرين، وفلفل اسود حب. تمام. يعني ما ضفت التومه، التومه اللي هو هتكون اضافه. لا التومه ما بنحطه في الشوربه كتير لان احنا طبعا هنحس بطعم التوم في الصلصه دلوقتي اللي احنا بننزلها دي. تمام. هبتدي تنزل كده شويه، ننزل لها معلقه كزبره. ايوه بالشكل ده، ونحط لها شويه ملح. احنا طبعا زي ما قلنا اللحمه ما بنحطش فيها ملح عشان تستوي معاكي بسرعه. تمام. تمام. نبتدي نقلبها كده شويه، هننزل معاها بالخل، الريحه طبعا اللي هتطلع دي هي اللي هتعمل. الخل ده كل ما بيكون كميته كبيره كل ما بيزيد ليك الطعم بيكون احسن. تمام. تمام. نبتدي ندي لها معلقتين صلصه. ونسيبها تغلي شويه كده على النار. كده المكونات اكتملت. كده احنا طعمناها، عملنا الصلصه الخارجيه، ممكن ندهنها بيها باللحمه وندخلها الفرن، ممكن نخليها كده بره نرشها عليها زي ما هنعمل مع بعض دلوقتي. تمام. 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 هنبتدي نجيب الاطباق بتاعتنا. دي الاطباق دي فين؟ ممكن اجيبها بعيد. هو ده هيكون ده كمان يا شيف؟ كده بعد كده هتغرق في الطبق. هنبتدي بقى نحط العيش اللي احنا قلنا عليه المحمص ده، هنبتدي فيه اول طبقه تحت، ننزل بالعيش كده. نوزعه في الارضيه. وننزل بعد كده بالرز. كده الصحن ده صلحه. شوف محمد. تمام. تمام. انت هتحطها كطبقات صح يا شيف؟ هنحط دلوقتي مع بعض طبقه صلصه خفيفه. تمام. يعني ما هتكون في الوش بس. هنحط طبقه صلصه كده خفيفه. ثلاثه الناس يكونوا متابعين على العيش بالشكل ده، طبقه خفيفه بس لان احنا طبعا لسه هنحط على الرز من فوق. تمام. تمام. خليها هنا جنبنا ونحط بقى طبقه الرز. طبعا اللحمه نحن لحم الضان مفيد جدا والقيمه الغذائيه بتاعته عاليه، فيه نسبه عاليه من الاوميجا 3 المفيده لجسم الانسان لصحه الدماغ ولتنشيط الذاكره ولصحه برضو الجلد، وبالذات بيحتاجوا له، قلنا الاطفال الصغار وكبار السن بيحتاجوا للاوميجا 3 بكميات تكون معقوله عشان تعوضهم عن القيمه الغذائيه اللي هم محتاجين لها، لكن دي بتكون موجوده اكبر، الاوميجا 3 بتكون موجوده اكبر في الضان اللي هو متغذيه على الاعشاب الطبيعيه اللي هو بتكون متغذيه في المراعي، ما بتكون متغذيه على لحوم ومتغذيه على كذا، يعني بتكون متغذيه على اعشاب بيكون نسبه الاوميجا 3 فيها بكميات كبيره. وفي نقطه عاوز انبه لها، انه الناس اللي بتناول المكملات الغذائيه انتبهوا للمكونات بتاعتها، زي ما قلنا انه في مكملات بتكون محتويه على اكثر من عنصر، فدي ممكن تسبب لنا مشاكل، يعني ممكن انت تكون في عنصر من العناصر دي جسمك ما محتاج له، فبالتالي في ناس كثير بيقول لك قامت لنا حبوب، وزننا زاد، حصلت لنا مشاكل، عشان كده يشوفوا المكمل اللي هم محتاجين له بالضبط وما يكون فيه عنصر نسبته في جسمهم عاليه ويسبب لهم مشاكل وضرر ويظهر لهم حاجات هم يعني تعمل لهم ضرر في حياتهم وفي اجسامهم. ها شيف محمد. طبعا بنغطي العظمية بتاعتنا كده بحته فويل صغيره. طبعا الطبق ده مع سلطه الحمص بيكون ممتاز جدا، اللي هو اللحمه بروتين، حديد، فيتامينات، وكمان الاوميجا 3 زي ما قلنا، وفيتامينات بي المتنوعه، البي 12 بالذات، بي 12 ب 12 مفيد جدا جدا لجسم الانسان، بيساعد على تكوين هيموجلوبين الدم.
كده دكتوره ما شاء الله. طبق الفته زي ما اتفقنا، ممكن تدخلي اللحمه شويه مع الصلصه دي، تدخليها الفرن شويه بتحمر معاكي، تبقى شكلها جميل جدا. تمام تمام. هننزل لها بشويه كزبره كده بقدونس. الشكل اللي احنا شايفينه ده. حسام طبعا مصور معانا بيقول لنا الطبق ده مشكله كبيره دلوقتي، هيعمل مشكله مع الناس. مشكله كبيره جدا، لانه ما شاء الله كمان لو كان دخل الفرن كان حيكون حاجه فظيعه. شيف محمد طبعا احنا بنعتذر لكم عن وقت البرنامج، طبعا بنحاول نقدم لكم كده ما شاء الله يعني جميله يعني، بس انت طبعا اتفنيني بعد كده بنديكم الفكره، وانت الافكار الثانيه برده ممكن تبدعي فيها معانا. نتمنى تصوروا وتبعتوا لنا طبعا على الصفحه بتاعتنا اطبخ وارسل، ونتواصل مع بعض دايما ان شاء الله. تسلم ايدك يا شيف محمد. الفته دخلي كده صوره. تمام اتفضل. في الأثناء دي شيف محمد انتهى لنا من الأطباق الثلاثة، نشوف القيمة الغذائية لأطباقنا اليوم، نرجع لكم تاني. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الاعزاء، شفنا القيمه الغذائيه لاطباقنا لليوم، ما شاء الله شيف محمد ابدع في الاطباق الليله. تسلم يدك يا شيف محمد. الله يخليك دكتوره، ونتمنى ان شاء الله تكون اطباق جميله صحيه ليكم، واستفدتوا اكبر قيمه غذائيه كمان، وعرفتوا طريقه السويسرول، لان كانت الناس كتير بتسال عليه ازاي بتعمل الكيكه الاسفنجيه، هي نفس الطريقه بس بتضيفي كوبايه كامله من الدقيق. كيكه سهله وظريفه، وكاسات ان شاء الله يستمتعوا بيها اولادكم، ونقول لكم دايما في نهايه الحلقه في امان الله. مع السلامه.